السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى نبلش بالمشروع مالتنا، فأنا راح أعمل فولدر في الديسكتوب. طبعاً تقدر تعمل رايت كليك نيو فولدر، أو إذا تريد تعمله من داخل التيرمينال ما عندك أي مشكل. فهنا راح أجي أقول له مثلاً MK Dyer، وأنطي له اسم مثلاً Node Projects. فهنا راح يصنع لي شنو؟ راح يصنع لي دايركتوري خاص، فولدر خاص. طبعا انا المفروض انه عامله بالديسكتوب، لكن انا عملته في الدايركتوري مال محمد عيسى. فاجي سي دي ديسكتوب، وهالشكل راح اكون موجود في داخل الديسكتوب، واجي اقول له mk dyer node projects مثلا انتر. لاحظ صنع لي اللي هي عباره عن فولدر. زين، طبعا تقدر تعمل ايضا رايت كليك نيو وبعدين تجي هنا تعمل له سي دي. طيب يعني بالطريقتين تقدر تعمل هذا الشيء. فهنا أنا أجي أقول له cd المن للنود projects، فأكون في داخل هذا الفولدر. لاحظ ls فارغ هذا الفولدر. خلي في بالك نقطة، أي مشروع تشتغل عليها باستخدام النود في عندك فايل ضروري جدا إنشائها اللي هو الباكيج.json. شنو هو الباكيج.json؟ الباكيج.json اللي هو يحتوي على معلومات نقدر نعتبرها مثل الفهرس مالت الكتاب. انت اي كتاب تفتحها حتى تستدل لشابتر معين، حتى تعرف محتوياته، فاول شيء تذهب للفهرس. فهذا نفس الكلام كانما الفهرس لتطبيقك، راح يقول لك شنو الاشياء اللي انت تستخدمها، شنو هي النسخ اللي من المكاتب وانواعها والى اخره من امور. حتى تنشئ هذا الفهرس او الباكج دوت جيسون بشكل يعني الاسم مالته package.json، فكل اللي تحتاجه انه تكون انت في داخل الفولدر اللي راح تضع فيها المشروع مالتك، وفقط تكتب شنو npm init enter. لما تقول له npm.init هذا راح يفهم انه انت تريد تخلق فايل اسمه package.json json. اذا هنا npm init، حلو. بعد ذلك راح يطلع لك مجموعه اسئله، يسالك مجموعه اسئله عن المشروع مالتك. على سبيل المثال اذا اجيت هنا مثلا دي يسالني، دي يقول لي الباكج نيم مالتك شنو، قصده شنو، قصده اسم المشروع مالتك. تمام، يعني ما يقول لك الباكج نيم مالتك شنو معناته انه دي يسالك على المشروع مالتك. فاقدر هنا شو اقول له، انطي له اي اسم. طبعا اذا انت ما تريد يكون باسم الفولدر ممكن تعطي له اي اسم من يمك، يعني تقدر تكتب له اي اسم انت تريده. واذا انت كنت تريد لا خلاص انا اريد هذا الاسم، اذا تضغط على انتر. راح يسالك النسخه مالتك، نسخه هذا التطبيق 1 2 3 4 او 1.1 1.2 1.3 وخلافه. اذا انت راضي بالنسخه اللي هو اقترح لك اياه فتضغط انتر. بعدين يجي يقول لك الوصف، انت انطيني فد وصف للمشروع مالتك. يعني مثلا تقدر تكتب انه هذا المشروع مالتي راح يكون عن إدارة المطاعم، يعني راح يكون عن مثلا إدارة الأوتيلات، او مثلا عن شركة معينة، فتكتب الوصف في داخلها. زين، هذا يفيدك ليش؟ مثل ما قلنا انه اي مبرمج اخر لما يجي يعرف استنادا على المعلومات الموجودة. اذا ما تريد تكتب description فتضغط enter. راح يسألك شي يقول لك، يقول لك انا بالنسبة لي من اشغل التطبيق ادور على يا فايل. هنا أنا مقترح لك قايل لك index.js. إذا أنت تلاحظ أنه بعض المبرمجين مثلا يسمونها app.js، أو في بعض المبرمجين يسموها server.js، .js. في حالة إذا أنت الفايل مالتك اللي راح يشتغل، أول فايل راح يشتغل حتى يشغل بقية المشروع شنو اسمه، فممكن يكون server.js، ممكن يكون app.js، أو ممكن أنه أنت تفضل أنه يكون index.js. إذا راضي بهذا الاسم تضغط على Enter. وراه يسألك التست كوماند، هاي كوماندات راح ناخذها بالدروس القادمة، اللي هي مجموعة كوماندات راح نضيفها في حالة إذا نريد نشغل المشروع بطريقة معينة وإلى آخره من أمور. أضغط Enter، ما عندي أي شيء. الجيت، عندك رابط للجيت، الجيت والجيت هاب، أذكر أنا عندي دورة الجيت والجيت هاب إذا تحب تتعلمها موجودة في القناة. إذا عندك رابط الجيت ممكن تضيفها، إذا ما عندك أضغط Enter. Keywords يعني ممكن تضيف مثلا، خلينا نقول إذا هذا كان تطبيق عن المطعم ممكن تكتب هنا ريستورانت او الى اخره من امور. بعد ذلك يسالك الاوثر، الاوثر من هو، من صاحب المشروع. مثلا نجي اكتب هنا اسمي محمد عيسى هو صاحب المشروع. بعدين يسالك اللايسنس، الرخصه مال هذا المشروع شنو هو. اذا عندك رخصه تقدر تكتبها، في بعض الناس تكتب MIT، في بعض الناس تعمل لايسنس خاص بها. قصدي شنو الرخصه، انه مثلا هذا السوفت وير من ترفعه على الجيت هاب او ترفعه على الموقع، تكتب مجموعه مثلا الرخصه
معينة، أنه مثلا من تستخدمها لازم تبلغ المبرمج، أو مثلا إذا تريد تغير بها لازم تنطيني خبر، أو مثلا تكون مفتوحة المصدر وخلاص أنت روح غير اللي تريد بها وهي مجانية. إذا ما تريد هو منطي لك الرخصة اللي هو ISC. أضغط Enter. ورا ما أخذ المعلومات شو راح يقول لك؟ راح تشوف هنا مجموعة معلومات، يقول لك الاسم راح يكون هذا، النسخة راح تكون هاي، الديسكريبشن انت ما حاط اي شيء، المين فايل اللي هو مفروض هذا الفايل اول شيء راح يبدا index.js، والسكريبت هو اضاف لك سكريبت خاص بي. فالاوثر هنا انطاك اللا واللايسنس هاي. اذا كل شيء تمام، اذا كل شيء تمام اضغط انتر. فتضغط هنا انتر خلاص. لما اجي على النود بروجيكتس افتحها الاحظ انه هو انشا لي فايل اسمه package.json. اذا package.json تقدر تعتبره، تقدر تفترض انه يشبه الفهرس الموجود في الكتاب اللي يحتوي على مجموعه معلومات خاصه بالمشروع مالتك. وطبعا راح نجي ندخل على تفاصيل اكثر ونشوف فائده الباكج جيسون. لين نوقف نكمل وياكم درس القادم. مع السلامه.